ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عددا من القرارات ومشاريع القوانين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين، ووافق المجلس بصورة نهائية على 3 مشروعات قوانين والقرارات المتعلقة بمجالات البترول والتعليم والصحة. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لطرح ومناقشة مختلف القرارات ومشاريع القوانين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين. في بداية الجلسة وافق المجلس نهائيا على 3 مشروعات قوانين متعلقة بعقد وزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقيات بحث عن البترول مع عدد من الجهات والهيئات. جلسة مجلس النواب شهدت إحالة القرار رقم 34 لعام 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. وشهدت الجلسة مناقشة القرار رقم 49 لعام 2024 بشأن التعديل 7 لمنحة المساعدة لتحفيز الاستثمار بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل الموافقة عليه كما جاء من اللجنة. كما شهدت الجلسة الموافقة على القرار رقم 52 لسنة 2024 بشأن التعديل 7 لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. الحقيقة هذه الاتفاقية مهمة جدا سيادة الرئيس، حقيقة يمكن بدأت سنة 2014 كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من 2014 بمبلغ 39.5 مليون دولار. استمر التعديلات لهذه الاتفاقية ب6 تعديلات سابقة حتى وصلت في عام 2003 الحقيقة هذه المنحة إلى 174.3 مليون دولار. التعديل المطروح على المجلس المؤخر هو التعديل 7 لهذه الاتفاقية وبمبلغ 26.9 مليون دولار عشان توصل إجمالي المنحة حوالي 201.3 مليون دولار. كما وافق النواب على القرار رقم 51 لعام 2024 بشأن الموافقة على التعديل 6 لاتفاقية منحة المساعدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، فضلا عن الموافقة على القرار رقم 53 لعام 2024 بشأن تطوير مرافق المياه والصرف الصحي كما جاء من اللجنة. تحسين النتائج الصحية أمر هام جدا وضروري يا ريس في ظل وجود دستور مصري ينص على توفير صحة كاملة للمواطن المصري في المادة 18، وفي ظل وجود السيد الرئيس الذي يدعم توفير صحة كاملة للمواطنين عن طريق وجود تأمين صحي شامل. هذا ورفعت جلسة مجلس النواب مع تأجيل الجلسة القادمة إلى موعد يحدد لاحقاً.